أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة من الآن، ونبدأ هذه الجولة بآخر التطورات العراقية، حيث وافق البرلمان العراقي على تولي نجاح الشمري منصب وزير الدفاع، كما منح البرلمان الثقة لياسين طه حسين الياسري لمنصب وزير الداخلية. ويعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة اعتيادية للتصويت على أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزرية الأربعة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والتي تشكلت أواخر العام الماضي. ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم طرح أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزرية الأربعة، وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية الشاغرة منذ تشكيل الحكومة الحالية أواخر العام الماضي، وذلك لتصويت أعضاء البرلمان عليها. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا من بغداد دكتور فاضل البدراني، أستاذ الإعلام الدولي بالجامعة العراقية. أهلا بك دكتور. اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. دكتور، يعني برأي حضرتك ما هي الإجراءات التي يتخذها البرلمان في اختيار الأربع وزراء الجدد؟ وتم حسم ثلاث وزارات، يعني وزارات الدفاع والداخلية والعدل، يعني حسمت وتم اختيار الوزراء لهما لهذه الوزارات، لكن وزارة التربية لم تنال او تحظى بثقة البرلمان، وبالتالي ما زالت الإشكالية موجودة. عموما يعني يعتبر تطور اليوم، تطور وان كان متأخرا الى مستوى 9 أشهر للحكومة العراقية، لكن مع ذلك هذا الاختيار الذي حصل لربما جاء نتيجة الضغط الجماهيري. هنالك بعض المظاهرات، حراك سياسي ظهر في ساحة التحرير في بغداد، في البصرة، في بعض المحافظات الأخرى، حالة التذمر التي بدأت الحكومة العراقية ويستشعر بها البرلمان من قبل قطاعات واسعة من الشعب. هنالك تنظيم داعش بدأ يدس رأسه في بعض المناطق أيضا، كلها رسائل ضغط على الحكومة والبرلمان ولربما على الكتل السياسية تحديدا. يعني لا أقول أن الحكومة ولا أقول البرلمان، بل الكتل السياسية التي هي كانت تبحث عن مصالحها الشخصية. نعم. ولكن اليوم يعني تم حسم هذا الملف الخطير والذي طال أمده طويلا. نعم يعني دكتور، برأيك ما هو مضمون الجلسة الاعتيادية للتصويت على أسماء المرشحين التي ستعقد اليوم؟ هي عقدت، وجلسة عقدت وتم اختيار الوزراء، ولكن يعني لم تفز وزيرة التربية صفانة الحمداني، كانت من إحدى الكتل، لم تفز، لم تحظى بتصويت أعضاء البرلمان، بالتالي ما زالت الحكومة العراقية عرجاء. يعني قطاع التربية قطاع واسع وعريض وكبير، وبدأ العام الدراسي في مطلع أيلول من العام الماضي وانتهى قبل أيام قليلة أو أسابيع، لكن لحد هذه اللحظة لا يوجد وزير للتربية في العراق، بالتالي الوزارة تدار من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولكن لا توجد عائلة في العراق إلا وفيها إما طالب وإما معلم أو مدرس أو مدرسة أو موظف أو موظفة. تأثيرها مهم جدا على الواقع العراقي. كما ذكرت يعني البرلمان اليوم لم يتمكن من حسم كل الوزارات، وبالتالي هي ما زالت عملية التفاهمات، ما زالت تفاهمات تنمو عن قضايا مصلحية لا تنمو عن مصلحة الوطن، وإلا لما تأخرت الكابينة الحكومية لحد هذه اللحظة. بعض الكتل انسحبت من البناء، مثلا كتلة الحكمة انسحبت واعلنت المعارضة، لكن عملية المعارضة بالعراق هي لا زالت ثقافة غير مفهومة، لأنه الذي يخرج إلى المعارضة ينبغي أن يركز على أداء الحكومة ورصد الأخطاء وتصويب الإيجابيات من أجل إنجاح مشروع الحكومة وخدمة المواطن. لكن هنالك كتل أخرى أيضا ربما أعلنت المعارضة وإن كانت صغيرة، إنما هي تبحث يعني على شكل كتلة وعلى شكل أفراد من أجل الحصول على منصب وزاري أو منصب في المناصب رفيعة المستوى في الدولة العراقية.
عموما إشكالية البلد ما زالت إشكالية كبيرة. نضوج عدم نضوج الوعي السياسي لدى الأحزاب والكتل وسواء في كلا الاتجاهين ممن شكل الحكومة العراقية كان سببا في هذا الوضع المربك لحد هذه الساعة. نعم دكتور، يعني أخيرا برأيك ما هو سبب هذه الخلافات بين الكتل السياسية في العراق لشغل هذه المناصب؟ قلة الوعي وقلة الولاء الوطني. مفهوم الولاء الوطني أن أخلص بالوطن لا أخلص بجيدي، أن أخلص بالوطن لا أخلص بالحزب أو للكتلة. أعتقد يعني الخلل الذي ساد الانتخابات البرلمانية في العام الماضي كان خللا كبيرا، لربما برزت أصوات أو مقاعد جديدة شغلها نواب هم صعدوا من خلال التزوير، ربما المال الفائت من أوصل الكثير من النواب. المقاطعة التي كانت نسبتها 85% مقاطعة للانتخابات، هذه رسالة الشعب عن عدم رضاه عن أداء الحكومة والبرلمان وكل أطراف العملية السياسية، وبالتالي تشكيل العملية السياسية منذ 2003 كان على أساس دستور، هذا الدستور فيه كثير من الألغام ودستور قعرج ودستور أصلا جاء يحمل نفس المحتل الأمريكي وبعض الأطراف الدولية التي ساهمت في إعداد هذا الدستور. حتى الدستور على علاته الكتل السياسية الأحزاب الفاعلة في تشكيل الحكومة لم تعمل عليه، ولذلك يعني ربما عملت على موضوع الأعراف، ومن هذه الأعراف أنه تكريس الطائفية في العراق، أن يكون رئيس الجمهورية كردي، أن يكون رئيس البرلمان سني، أن يكون رئيس الحكومة شيعي، وهذه غير موجودة بالدستور لكنها أصبحت أعراف. الأمر الآخر أيضا أنه بعض الأحزاب السياسية الكبيرة أصبحت مهيمنة وأصبحت تشيع بثقافتها المصلحية الطائفية الجهوية المناطقية، وأصبح البلد يعني يعيش وسط هذه الملفات الشائكة والمعقدة والمهمة. نعم لقد وضحت الصورة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور فاضل البدراني أستاذ الإعلام الدولي بالجامعة العراقية.